يعني بعض المعاصرين يعترض على آية، يعترض على حد ردة بقول الله، بقول الله تعالى لا إكراه في الدين، فيقول هذه آية قطعية تعارض حديث أحد، فنقدم القطعي على الأحد. نفس المشكلة، ليس في كل تراث المسلمين أحد قال بهذا الكلام، كل التراث، بل أشد المذاهب في تقديم عموم القرآن على السنة مذهب الحنفية، والحنفية يعني يقولون بالحد الردة، ما عندهم مشكلة، مع أنهم هم لا يرون تخصيص عموم القرآن بخبر السنة إذا العموم المحفوظ، ومع ذلك يقولون بتخصيصه، فهم أشد الناس ومع ذلك يقولون به، فليس هناك أحد مذهب ولا شخص قال بهذا القول المعاصر. طيب سؤال عجيب، يعني قرون تقرأ القرآن، لماذا لم تعترض؟ لماذا لم تعترض؟ لم يشكل عليهم هذه الآية؟ لماذا خلال قرون كثيرة ما جاء أحد وقال هذه الآية تعارض هذا الحديث؟ ما السبب؟ هي نفس المشكلة، لأنهم يقرؤون القرآن بشكل كامل، فيعرفون أنه إدخال بعض الإشكالات تهدم أصول الاستدلال، فهم يقبلونها. لأنك إذا قلت لا إكراه في الدين تعارض حد تقاتل ما بدأ دين فاقتلوه، وش معنى هذا الكلام؟ معناه أنك فهمت لا إكراه في الدين بمعنى أنه ما في شيء غصب في الإسلام كله، أنه ما في إكراه ولا إجبار ولا إلزام في الإسلام، وبناء عليه لما تجبر أحد متعارض، ما في أحد يفهم عنده إدراك يسير فقط من العلماء أنه الشريعة ما في إكراه أبداً. إذا وين تذهب المحرمات والواجبات والحدود والجهاد وأحكام كثيرة، وين بتروح؟ فلا أحد يفهمها أساساً بهذا الفهم حتى يستشكل عليه حديث من بدل دينه، إنما دخل على المعاصرين أو بعض المعاصرين بسبب نفس المشكلة، أنه في قصور في في في, في الاستدلال، فيغرق في دليل واحد وليس عنده تصور عن البقية. ولذلك من الطرائف أن بعض المعاصرين يعدد الآيات الدالة على الحرية، فيقول إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، لكم دينكم ولي دين، فمن شاف اليوم من شاف الأكفر، عددها بعضهم فأظن وصلها 40 آية، فقال 40 آية، بل بعضهم قال مئات الآيات أو عشرات الآيات. اي فيقول لم يحصل فيها عقوبه. القضيه ما هي؟ القضيه انه يقول قدامك 40 آية. طيب يا اخي، سؤال منطقي بيسير، ال40 آية ليش ما عرفوها امه الاسلام كلها قبل؟ يعني كانوا يقرون في التوراة الانجيل مثلا، وانت اكتشفت انه القران استدل به، ففعلا ممكن شيء جديد، شيء غير منطقي، غير منطقي انك يعني. حتى يقول يذهب بعض المعاصرين وهو من اهل العلم، يقول انه جمع الايات هذه وقال هذا يثبت ان الحريات اصل قطعي كلي عام لا يمكن نسخه ولا تخصيصه. كيف جاء الاصل القطعي الكلي الجزء المجزوم بهذا ولا في عالم قال به؟ يعني معقوله قطعيات الاسلام الكبرى التي تدل عليها 40 آية ما يعرفونها الفقهاء الإسلام؟ القضية ما هي، لا مو قضية أن نعطل عقولنا ولا ما أدري إيش، قضية منطقية بدهية، أنه أتفهم تقول والله هذا قول خطأ، أخطأوا فيه، تغير الزمان، يعني هذا مسار آخر، بس أنك تستدل على قولك ب40 آية من القرآن وتجعل من أصول الإسلام الكبرى، وله موجود في أي قول فقهي ولا في أي مدرسة ولا في أي مذهب، واضح هنا أنه في خلل في الاستدلال والتفكير، بدل ما نناقشك في التفاصيل نقول عندك مشكلة أساساً في نمط التفكير، ما له حاجة ندخل فيه في التفاصيل مع ظهور الخلل في أصل المنهج.